Hello, good morning. How are you? Are you okay? Today is Monday and we will start with unit 4. رح نبلش بالوحدة الرابعة. And the title of this unit is عنوان هاي الوحدة زي ما انتم شايفين سفاري adventure. سفاري طلع سفاري. الاي هون لفظناها اي. سفاري adventure. Adventure. هلا اذا لاحظت هون المقطع تي يو ار اي هذا بسميه تشر. احنا بنسميه تشر مقطع تشر. مثل كلمة طلع لي هون فيو هي فيوتشر. فيوتشر يعني مستقبل. اوكي هذا المقطع تي يو ار اي بنسميه تشر فيوتشر ادفنتشر. تمام مو ادفنتشر او فيوتشر نو تشر تشا تشا يعني تي واليو تشا ار تشر. سفاري ادفنتشر. ادفنتشر اكتب فوقيها معناها مغامرة. طيب مغامرة إيش؟ سفاري. طبعا إيش قصدنا بالسفاري؟ السفاري زي الجنجل الغابة زي الديزرت صحراء. يعني هلا أكثر إشي هاي بتكثر في أفريكا بأفريقيا بيطلعوا بيعملوا سفاري بالأدغال أو بالغابات بيستكشفوا الأنيمالز الرحلات الكامبينج بيطلعوا تخييم فيهم. فهاي هي السفاري أدفنتشر. طيب هلا إذا بتلاحظوا بس خليني أمس عشان أوسع الصورة طلعوا إلي هون على this pictures. هاي الصورة عفوا this picture في عندي ال and هاي أنديسي إلا فلو أو العكس لوك وتشارلي. هلا they are preparing food for the شكلهم طالعين يعني زي journey أو picnic طالعين رحلة فقاعدين بيجهزوا بالأشياء. هلا بدنا نتعرف على هاي الأشياء الموجودة على التيبل. هاي التيبل هلا بس بدي أذكر شغل. هلأ في هاي الأشياء في إشي بنعرفه already يعني في إشي لا we will learn it رح نتعلمه الآن. فيعني قد ما كنت حافظ منيح والأشياء الجديدة اللي ما رح تعرفها رح نتعلمها. هلأ رح نشوفهم غرض غرض. أوكي أنا بهمني أول إشي أعرف إنه أنا في إيش بحط أغراضي دايما. بحطهم في الباسكت باسكت سلة. أنا وين بحط أغراضي هاي اسمها باسكت. طيب تعال نشوفوا شو على التابل. في نشوف الأشياء اللي بنعرفهم. انا بدي اشوف شو بعرفه وانتو شو بتعرفوا. انا بعرف البنانة هاي كيك. اذا عندي بنانة كيك. كمان شوفي عندي هون هاي مبينة بيتزا. اوكي هذولا ابلز تفاح. عندي بنانة بنانز عفوا وابلز. طيب هذولا على شكل تريانجلز مثلثات هذول بنسميهم ساندويتش. بالعربي وبالانجلش نفس الاشي ساندويتش ساندويتش سندويشة ساندويتش سندويشات ساندويتشز يعني احنا ساندويتشز. اوكي طيب في عندي هذا الصحن الاخضر هذا شايفينه. في اشياء هذا مجموعة فيجيتابلز خضار مكوناته خضار. هلا هذا الصحن شو بنسميه احنا سلطة. اوكي صح بالانجلش سلد سلد. تمام سلد يعني سلطة. طبعا طلع على مكوناته في عنده توميتوز بندورة وفي عنده كيوكمبر خيار في هذا الاخضر ندري عنه يمكن خس ليتس خس. اوكي برضو بنرجع هون شايفين هذول السيركلز هذولا خلينا نغير لونهن. هذولا شو بنسميهن زي ما هو بالعربي بالانجلش بسكتس بسكتس. هلا لما هلا راح نشوف كيف نلفظهم. مش تقول بسكويتس نو بسكتس بسكتس بسكت يعني بسكويت او بسكوت بسكت. هذول لونهن براون وعليهن فلاور هذول بنسميهن كب كب كوب. احفظ كب كوب كب كوب يعني كب معناها كوب. هاي كبز عندنا يعني اكواب. طبعا انا هون في عندي هاي هوت يعني طلع البخار طالع منها هون هاي بنسميها سوب سوب شوربة سوب. اوكي هذا البراون هذا بريد بريد يعني خبز. اوكي اطلع للباسكت من جوا شو فيها. هذولا بنسميهن بليتس بليتس يعني صحون. في عندي هاي الجنينة هاي بنحكي عنها بوتل بوتل يعني زجاج او جنينة. يعني في هذا شو حامل بإيده هاي مكتوبة. طبعا الإي والإي مقطع إي طويل كسرة تي تي يعني شاي تي شاي.
والهاي الأصفر اللي بيحب ياكلها جيري في توم وجيري دائما بياكلها لونها يلو اللي هي تشيز جبنة. تشيز يعني جبنة. أوكي وهاي البنت في إيدها إيش؟ ليمون جوس عصير الليمون. هاي حبت الليمون هو ليمون وجوس عصير ليمون جوس. طبعا هلأ راح ناخذ الكلمات. هلأ بس ناخذ الكلمات الكل بيرجع يكتب إلي كل غرض يكتب سهم وينقل الكلمة هي على الجهة الثانية. هلأ راح ناخذه يكتبها فوقيها. يكتب تي تي يكتب كابس كابس يكتب تشيز يكتب كيك كل الموجودات. أوكي ننتقل على الصفحة الثانية. هينا هنا هاي كلماتنا الجديدة. يا عيني أنا عندي 2 4 6 8 10 new words 10 كلمات جديدة. طبعا إشي بنعرفه إشي ما بنعرفه بنحاول نحفظهم. طلع لي كيف بلفظ soup. هاي soup soup يعني شوربة. أكتب فوقها شوربة soup. sandwich sandwich يعني سندويشة. تي طبعا الإي والإي طبعا الإي أقوى من الإي فبكون اللفظ كلها إي طويلة. تي شاي هاي شايفينه تي شاي. تشيز طبعا الأس لأنها وقعت بين حرفين علة لفظناها ز. تشيز جبنة. بليت طلع لي هون بليت. بليت يعني صحن. أكتب فوقها صحن. ننتقل هنا. هنا ما تخربط تقولي بسكويت. اللفظ بسكت بسكت اليو والآي نلفظهن إي بسكت. هاي باستا. باستا اللي هي معكرونة باستا بس أنا بفضل نظل نقول عنها باستا. أوكي باستا هي نفسها الباستا يعني. هاي كاب كا كا طبعا اليو بلفظها أه اللي هي بالفونكس بالصوتيات عندنا على شكل ثمانية أه. كاب كاب يعني كوب. سلط سلطة. بوتل بوتل اللي هي زجاجة أو جنينة يعني جنينة المي. هي فاضي طبعا بس هي فاضي. تمام طلعي بدي أعيد اللفظ بهمني اللفظ وتحفظ المعنى. سوب ساندويتش تي تشيز بليت بسكت باستا كب سلط بوتل. أوكي هذول هن كلماتنا الجديدة. الآن في عندك شايف الجدول اللي هنا هذا بقول لك بدي you have to classify the words صنف الكلمات. إشي food food اكتب فوقيها طعام. هاي طعام سرعة الخط يعني. drink شراب يعني بشربه اكتب فوقيها شراب. tableware tableware أغراض المائدة يعني أغراض بحطهم على السفرة يعني تجهيزات المائدة يعني هيك أشياء المائدة. طيب نجي نبلش. طبعا أنا رح أكتب الجواب فوق الشغل الفوق وأحط F أو D أو T. السوب السوب شو تعتبر طعام ولا شراب ولا غرض بحطه على المائدة؟ السوب F food أكتبها هنا تمام تحت الفود. الساندويتش F food. التي بشربها drink بكتبها هنا أصلا كاتبينها. التشيز فود أف. البليت بحطه على الطاولة على التابل إذن هو تابل وير بنزلوا لي إياها هنا اكتبوها. بسكت أكيد يؤكل هاي البسكت أف. الباستا أف. الكب أغراض تابل وير حطها هنا. سلد فود. والبوتل تابل وير أغراض المائدة بحطها هون تي. فأنت عيد كتابتهم تحتيهم تمام يعني ما تواخذوني على الخط بس إنه يعني هيك أنتوا معي اكتبوا. أوكي إذا قسمناهم we classified them إنه food صنفناهم ودرينك وتابل وير. طبعا في عندي سونج. هاي السونج راح أبعثها لكم لحال على الجروب لأني مش محضريتها مش منزل يعني. دائما أم نور الله يجزيها الخير أم زينة الذنيبات دائما بتحمل إلي من موقع الكتاب لأنه بفتح عندها صوت والصورة أنا بفتح عندي بس صوت فبالتالي دائما بتساعدني هي وبتبعث لي الفيديوهات يعني. شكرا ثانك يو يا أم زين زينة.
أوكي طبعا هاي هي الكلمات الجديدة بدنا نحفظهم، بس تخلص هذولا ترجع تكتب لي اياهم هون كل غرض ايش هو، حتى اللي ما بنعرفه مثلا بنانا ابلز اكتب لي كل غرض ايش هو، في يعني بريد يعني خبز ضفناها، تي شاي، كل غرض اعمل سهم اكتب لي ايش هو وحدد لي ايش هو. اوكي تمام، جهزوهن إلي على الكتاب، واللي بخلص يبعث لي دانو، يعطيكم العافية.